انا عايزك تتخيلي معايا يا سيد في الكل كده، لو عندنا مصاصتين، مصاصه مغلقه والاخرى لا مؤاخذه غير مغلقه، تتخيلي اين سيذهب الذباب والعناكب والعقارب والحشرات؟ ايه جو اعلان بيرسول ده؟ ده مش فيديو عن الحجاب كده خالص. حبايب قلبي اهلا بكم، لا حضرتك محجبه مش محجبه، قلعت الحجاب عايزه تقلع الحجاب، فالفيديو ده مهم بالنسبه لك. اما بقى لو حضرتك راجل فبرضه الفيديو مهم بالنسبه لك، اكيد يعني عندك ام، اخت، خاله، عمه، زوجه، ممكن يكون عندها اسئله وحابه انك تجاوب عليها، او ممكن حتى تسمعها الفيديو ده، فخليك معانا وهنحاول باذن الله مع بعض ان احنا نجاوب على اغلب الاسئله حوالين موضوع الحجاب. ربنا يوفق، يلا حيا بنا. السؤال الاول، الحجاب مش فرض؟ ربنا اتكلم على فرضيه الحجاب في ايتين في القران، الايه الاولانيه سوره النور اللي بيقول فيها سبحانه وتعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن، والخمار في اللغه العربيه معناها غطاء الراس، ومن حديث سيدنا بلال عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يمسح على الخف والخمار. يعني النبي عليه الصلاه والسلام كان لابس خمار؟ ما قلت لك الخمار يعني غطاء الراس. ما تصدقنيش اطلع على اي معجم، شفتي ترك هو غطاء الراس، فالايه معناها ان الست تغطي راسها بس. يبقى كده الايه بتتكلم عن الاسبانيش؟ لا، الايه بتقول وليضربن بخمرهن على جيوبهن، الجيب اللي هو الفتحه دي كده، فيبقى هي بتغطي الراس وبتلبس تغطي كل المنطقه دي. اما الايه الثانيه فهي سوره الاحزاب، بيقول فيها سبحانه وتعالى يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. والجلباب في اللغه العربيه هو توب طويل بيغطي الهدوم الداخليه. ما تصدقنيش اطلع على اي معجم، ما قلت لك بقى ايه ازمه الثقه اللي ما بيننا دي ليه كده؟ فالآية بتقول ان هي تلبس جلباب بس، لا يدنين عليهن، يعني يدني يعني يقرب من الارض خالص، فهي كده تلبس ثوب طويل يوصل لغايه الارض. هي بلقيتين لو جمعناهم مع بعض هنلاقيها انها تلبس خمار يغطي الراس ويغطي فتحه الجيب، وتلبس جلباب فوق هدومها يوصل لغايه الارض. سامعك سامعك يا اللي بتقولي فين بقى الحجاب في الموضوع؟ ما هي الايه ما قالتش حجاب خلاص. ولا تزعلي، احنا بنتكلم دلوقتي عن الخمار والجلباب. حلوه الصيغه دي. كلمه الحجاب هنا الكلمه اللي احنا خلاص تعرفنا عليها كلنا انها بتوصف الموضوع ده، فلو مضايقاكي كلمه الحجاب قوي خلاص خمار وجلباب ما نزعلش. ناس ثانيه هتقولي لا في ناس قالوا ان الايات دي معناها حاجه ثانيه. لما تسمع كلمه من حد وما انتش فاهمها ومش هتعرف توصل للحد ده، فانت بتسال اقرب حد ليه اللي فاهمه كويس. فالايه دي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في وسط الصحابه، فلو جينا نبص النبي قال ايه والصحابه قالوا ايه والصحابيات عملوا ايه والعلماء من اول التابعين وتابعي التابعين اللي جم بعد النبي على طول قالوا ايه وعملوا ايه، والائمه الاربعه قالوا ايه، وكل علماء الاسلام لغايه دلوقتي قالوا ايه، فمستحيل يعني كل الناس دي تكون اتفقت انها تكتب احاديث غلط وتعمل حاجات عشان حضرتك تغطي شعرك. فخليني اقول بس حجه انه مش فرض دي حجه غير منطقيه. من غير زعل. اتنين، امال ليه مش من اركان الاسلام؟ الله الله الله، كلنا عارفين اركان الاسلام، بس مين قال ان مفيش حاجه فرض بره اركان الاسلام؟ طب ما بر الوالدين فرض مثلا، مش من اركان الاسلام اروح اخلص عليه؟ ماما تعالي هنا، دي مش من اركان الاسلام، هوريكي، تعالي هنا، انا اسف يا ماما. اركان الاسلام دي العواميد اللي بيقوم عليها الدين، فتخيل كده ان انا بكلمك عن مبنى مثلا، فانت قلت لي والله انا عايز اعيش في شقه، فجبت لك شقه عباره عن عواميد بس، لا في حيطان ولا في دهان ولا في ارضيات ولا في اي حاجه ولا في سقف، دي شقه ينفع تعيشي فيها؟ لا، فهو مش من اركان الاسلام صحيح، بس هو فرض. ثلاثة، ايوه طيب يعني ايه الحكمه منه يعني؟ مش فاهمه. خليني قبل ما يعني احاول الغي معاكم فكره الحكمه دي ويمكن نقول حاجه كويسه، لكن فروض ربنا سبحانه وتعالى مش دايما هنعرف نوصل للحكمه من وراها. في كده اوامر تعبديه، احنا عباد لله، فيقول لنا اعمله بنعمل، والا خليني اسال حضرتك ايه الحكمه من ان الظهر اربعه والفجر اثنين والمغرب ثلاثه مثلا؟ عباد لله بنسمع الكلام، لكن مفيش مانع نفكر في الحكمه. الحكمه من الحجاب انه يعمل مجتمع سوي. ربنا سبحانه وتعالى امر الرجال بغض البصر وامر النساء بغض البصر والحجاب. فلو المجتمع بتاعنا الرجاله بتاعته بتغض البصر والنساء بتغض البصر ولابسه الحجاب، هيبقى مجتمع سوي من ناحيه العلاقات. سامعك اللي بتقولي لي يعني احنا اللي مجتمع سوي واوروبا وامريكا مش مجتمع سوي؟ اه من ناحيه العلاقات اوروبا وامريكا مش مجتمعات سويه. امريكا اعلى دوله في الاغتصاب في العالم، وما تصدقونيش اعملوا سيرش كده توب 10 كانتريز وذ ذا هايست ريب كرايم، ما فيهمش مصر والسعوديه وافغانستان معلش. وفي اوروبا وفي امريكا مسموح ان هم يكون ليهم بوي فريند وجيرل فريند وليهم حياه جنسيه من وهم عندهم 15 و16 سنه، وفي حالات اقل من كده. لكن المجتمع الاسلام بينادي بيه مجتمع سوي، فيامر الرجال بغض البصر ويامر اللي عندها الجمال انها تخبيه. وعلى فكره ده اللي هيخليه عاملك على عينك عقل، لانه مش شايف جمالك بقى شايف بس عقلك وتفكيرك،
والحجاب بالنسبه لك عامل زي التامين كده، عارفه فكره التامين؟ انك تدفع فلوس وانت معاك، وبعد كده لو حصل لك مشكله بقى بتقوم واخد الفلوس دي مره تانية. فانت لما تلبسي الحجاب وانت جميله وصغيره انت بتحمي المجتمع دلوقتي، وقدام انت بتاخدي بقى مقابل ده لما تبقي كبيره، وممكن جوزك بقى يبص لواحده صغيره. فلا لا لا، الاسلام يمنع ده. وفوق كل ده واهم من كل ده انه طاعه لله. اربعه، انا هتحجب بس لما اقتنع. لما اقتنع دي في الحقيقه بتبقى حجه كده اي كلام، اتكلم بصراحه بقى، هي بتبقى حجه وراها حاجه ثانيه ما اتقالتش، انه مثلا الحجاب مش ستايل، بيكبرني، خلي شكلي مش حلو، عايز افرح بشعري، البس براحتي. هي دي الحقيقه. ربنا بيقول في القران الكريم: افرايت من اتخذ الهه هواه. قال ان في بعض الناس كده ممكن يعبدوا اله كده اسمه الهوى. انا نفسي في ايه؟ انا بحب ايه؟ هو ده الهي. لانه في الحاله دي احنا عندنا حاجتين، امر من ربنا سبحانه وتعالى وامر من الهوى. اتبعنا مين؟ هو ده الاله اللي بنعبده فعلا. اوعي تخلي الهك هواكي. خمسة، في بقى اللي هو ايه، لما اتجوز وخلف، زي ماما اتحجبت لما كبرت، عايزة اعيش شبابي، حاجات كلها ليها علاقة باننا مكملين. ربنا بيقول: فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ربنا هو اللي عنده الاعمار والاجال، هو اللي عارف احنا هنعيش لغاية امتى. فلو حضرتك عارفة انت هتعيشي لغاية امتى، برضو لازم تلبسي الحجاب، عشان حتى لو انت مكملة وعارفة انت مكملة لغاية امتى، فالفترة اللي انت عشتيها من غير حجاب ده ذنبها تقابل ربنا بيه يوم القيامه، واظن عندنا ذنوب تكفينا، ربنا يغفر لنا. سته، انا احسن من غيري، انا بصلي، انا بتصدق، انا بعمل اعمال خيريه. ربنا سبحانه وتعالى في سوره المدثر بيقول: ولا تمنن تستكثر. ما تقعدش تمن على ربنا. عارفين تمن يعني ايه؟ اللي هو بالبلدي كده تتنطط، يعني ما تقعدش كده تستكتر عملك على ربنا، تقول ايه 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 اعمل ايه تاني، كفايه قوي كده. هو احنا هنقول لربنا كفايه؟ ربنا هو اللي بيامرنا نعمل ايه وما نعملش ايه. وخلينا اضرب لك مثلا، لو انت في المدرسه او في الجامعه مثلا وجبتي اربع مواد امتياز وصلتي في واحد، ايه اللي هيحصل؟ هتعيديها، والاربع مواد امتياز مش هيشفعولك في الماده دي. ما تستكتريش طاعتك على ربنا. سبعه، ما هو لو انا اتحجبت مش هيجيلي عريس، وممكن ما الاقيش شغل، يعني من الاخر ممكن تحصل لي مشاكل بسبب. الصراحه كلامك صح، بس في حاله ان حضرتك اللي بترزقي نفسك، لكن ربنا سبحانه وتعالى قال: وفي السماء رزقكم وما توعدون. الرزق الدنيوي والديني واللي كتب لنا من خير او شر. فالحجاب حضرتك هيمنع عريس، ولا شعرك وجمالك هم اللي هيجيبوه، ولا حجاب حضرتك هو اللي هيطلعك من الشغل، ولا شعرك والله هو اللي هيجيب لك الشغل. وفي السماء رزقكم وما توعدون. الامر كله بايد ربنا، لو شاء يبتليكي هيبتليك، ولو شاء يرزقك هيرزقك. فسلمي امرك لله وارضي باللي قسمه ليكي. ثمانية، اعرف بنات كتير قوي محجبه وبيعملوا حاجات وحشه على فكره. طب والله العظيم في دي عندك حق، وانا معاكي فيها، وعشان كده احنا محتاجين حد يبقى صوره ومثل. خليكي انت المثل ده، خليكي المثل اللي انشهر عليه. اول ما يقولوا لي كده اقول لهم: لا لا بلوش كده، بص عليها اهي، بص محجبه ومسلمه على حق. تسعه، لو اتحجبت بقى الناس هيقعدوا لي: يا سلام، وايوه، وهو ده، وصح، وبرافو عليكي، ومبروك. وانا ما بحبش حد يبقى رقيب عليا. احنا ما بنتحجبش للناس، احنا بنتحجب لربنا وبس. اللي يفرح يفرح، واللي يزعل يزعل، لا ده هينفعني عند ربنا ولا هيضرني، فسيبك منهم. 10، انا اصلا مش مستعد للخطوه دي، وحاسه انها اكبر مني بكتير، وانا لسه مش قد اني اريبريزنت الحجاب. احب اقول لحضرتك: لو استنيتي ان انت تبقي البني ادم البيرفكت عشان تعملي الحاجه، فعمرك ما هتعمليها. كلنا اصحاب ذنوب واصحاب معاصي، وبنعمل حاجات غلط، وهنعمل حاجات غلط، وهنفضل نعمل حاجات غلط، ونستغفر ونتوب وربنا يتوب علينا. انا باخد الخطوه واجتهد ان انا ابقى قدها. يعني لو جات لك فرصه شغل جميله جدا جامده جدا، بس الفرصه دي محتاجه منك كورسات معينه، هتقولي والله انا غير مؤهله ليها، ولا هتجتهدي انك تبقي مؤهله ليها؟ هنموت نفسنا. هو ده، عمرنا ما هنبقى مؤهلين، ان احنا مش ملائكه. ما تخليش الشيطان يضحك عليكي بالكلمتين دول. كونك مسلمة ايا كانت ذنوبك فانت مؤهلة للخطوة دي. 11، ودي بقى خاصة بالمحجبات اللي شايفين ان لبسهم مش محجباتي، فبتقول اصلا انا لبسي مش لبس حجاب، انا لابسة طرحة، بس ده مش لبس حجاب، فخلاص حتة الطرحة دي هي اللي فارقة. برضه ما تخليش الشيطان يضحك عليك. لو انا طلعت خمس ست سلمات لفوق وهم 20 سلمة، يبقى كده انا قريبة من ال 20، ولا لما انزل وابقى عند اول سلمة، ولا عند صفر من غير ولا سلمة؟ اي خطوة لله احسن. فلو مش عارفة تحسني دلوقتي استعيني بالله، باتي وقول: يا رب انا عايز ازيد. اجتهد في ده وربنا هيوفقك. 12، مش عارف اعملها. انا كل صحباتي والمجتمع اللي حواليا مش محجبات،
يا فندم بص حواليك كان هبقى غريبه في وسطهم، هبقى انا الوحيده المحجبه. هقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. في الاول كان المسلمين قله كانت حياتهم صعبه، بيحسوا ان هم غرباء في وسط الناس مش شبههم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ان الاسلام هيرجع كده تاني، هتحس ان غريبه في وسطهم صحيح، بس النبي صلى الله عليه وسلم وعدك بالجنه. والنبي اخبر عن زمان قال فيه ان القابض على دينه كالقابض على الجمر من شده الصعوبه، بس برضه هو ده اللي هيخش الجنه وهو ده اللي نجح في الاختبار. انا خلصت، وخليني اقول لكم في الاخر اني عارف ان الحجاب مش هو دليل ان البنت دي كويسه، وانه عدم الحجاب مش هو دليل ان البنت دي وحشه، لكن عمرك ما هتكملي الا بالايمان، الا لما تقدمي كلام ربنا واوامره على هواكي، الا لما تبقي بتحبي اللي هو بيحبه قبل اللي انت بتحبيه، الا وانت بتعملي الطاعه وهي صعبه عليكي وتثبتي عشان خاطره، تقولي يا رب انا بحبك فانا هثبت عشان بحبك وعشان انت بتحب ده. فاكرين ايه الحجاب اللي في سوره الاحزاب كانت بتقول ايه؟ يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. الايه دي بيقولوا ان الامر كل، وجواب الامر يدنين، عامله زي ايه؟ ذاكر تنجح، فلو ذاكرت هتنجح. فربنا بيقول له قل، هم على طول هيسمعوا الكلام هيدنين على طول، مع ان في بنات ما سمعوش الكلام والنبي قال وهم ما عملوش، بس ربنا حط شرط عشان هم يستجيبوا بسرعه كده. قال ايه؟ قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين. انك تقومي تلبسي الحجاب ده دليل ايمانك، هيكمل صورتك، هيكمل ادبك واخلاقك، لو اتعودتي عليه هتقومي في يوم من الايام تبصي لنفسك في المرايه وتقولي هو انا كنت مش محجبه ازاي؟ اما لو انت محجبه فاثبتي، الشيطان هيجيلك 100 مره وشياطين الانس هيجولك 1000 مره ويقولوا لك ليه ويلا و تسمعيش. بثباتك انت هتخلي غيرك كتير يجوا وغيرك كتير يسمعوا كلام ربنا. اما لو انت قلعتي الحجاب ربنا سبحانه وتعالى هيقبلك، والله هيقبل توبتك، ليه حد يقول لك غير كده؟ يا نساء المؤمنين خدوا القرار دلوقتي، اقفلي وقومي اتحجبي على طول، مش عشان تسمعي كلام انا، عشان تسمعي كلام ربنا. تيجي واحده تقول لي بقى وليه راجل بقى هو اللي يكلمنا في الحجاب، ما كانش فيه ستات؟ والله هي ست الكل اللي قالت لي كل حاجه اصلا. ربنا يخليك يا فندم، ربنا يخليك، ربنا يخليكي ست السيد مراتي. وفي النهايه سيداتي انساتي، ولو لسه حد مكمل معايا من ساداتي انا اسف على الفيديو الطويل، لكن انا عارف ان انت هتستحملوني. ما تنسوش هنا كده، هنا ولا هنا، شير ولايك، وبعد كده ننزل بقى نكتب كومنت منشن كل البنات اللي نعرفهم في اي حته، محجبه مش محجبه، قلقت الحجاب، منشن منشن. والله العظيم انا بحبكم، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.